نستكمل سلسلة دروسنا اليوم حتى نكمل موضوع القطوع المخروطية خاصة القطع المكافئ، وناخذ بموضوعنا اليوم بقوة الله رسم القطع المكافئ. فبالنسبة لرسم القطع المكافئ، نعطيني مثال ارسم منحنى القطع المكافئ واي تربيع يساوي 4x مع بيان موقع البؤرة معادلة الدليل. فهنا نوجد لرسم القطع المكافئ اكو امور ثابتة ضروري الطالب يخليها بباله ويستذكرها بكل مثال بالنسبة لرسم القطع المكافئ. شنو الامور الثابتة اللي لازم الطالب يخليها بباله ويستذكرها بكل مثال من امثلة رسم القطع المكافئ؟ اول شيء ولدي يجب جعل المعادلة بصيغة واي تساوي، يعني المعادلة اللي هسه نعطيها معادلة القطع المكافئ واي تربيع تساوي، ما تفيدني واي تربيع تساوي، لازم واي تساوي. فهنا اذا اخذ السؤال واريد ارسمه وابين موقع البؤرة ومعادلة الدليل، خل نبلش مثلا موقع معطيني الواي تربيع تساوي 4x. هذا معادلة قطع مكافئ بؤرته تنتمي للجزء الموجب من محور السينات. إذا تنتمي للجزء الموجب من محور السينات، المعادلة القياسية لها معادلة القطع المكافئ اللي بؤرته تنتمي للجزء الموجب من محور السينات هي واي تربيع تساوي 4bx. بالمقارنة شو نسوي؟ معامل اكس بالمعادلة القياسية يساوي معامل اكس بمعادلة القطع المكافئ المقاطع. ما افتهمنا. يعطيك وين؟ معادلة الصورة. اي وين؟ يريد من عندك البؤرة والدليل. شو تسوي؟ تبدأ معادلة السؤال تنزلها وتقارنها ويا المعادلة اللي تتوافق وياها. يعني شنو هاي معادلة قطع مكافئ بؤرة السينات؟ من شلون عرفت بؤرة السينات؟ لأن بها واي تربيع. وأقول هاي معادلة قطع مكافئ بؤرة تنتمي مو بس للسينات، للجزء الموجب من محور السينات، ليش هذا الطرف موجب؟ فأنا أقارنها ويا معادلة القطع المكافئ بصيغتها القياسية واللي تمثل معادلة قطع مكافئ بؤرة تنتمي للجزء الموجب من محور السينات، من هي؟ واي تربيع 4bx. شلون تصير المقارنة؟ تصير المقارنة معامل اكس بالمعادلة القياسية يساوي معامل اكس بالمعادلة المعطاة بالسرعة. راح يصير عندك 4b يساوي 4، قسمنا على 4 البي تساوي 1. هذا القطع بؤرته بي بصفر، هذا النقطة تمثل بؤرة تنتمي للجزء الموجب من محور السينات. البي طلعت عندك 1 و0، هذه البؤرة المطلوبة. اريد معادلة الدليل، الدليل واي يساوي، معادلة الدليل او الدليل واي تساوي، هذا هو البؤرة تنتمي للجزء الموجب من محور السينات، يعني الفتحة راح تكون نحو اليمين، اذا الدليل عمودي. راح يصير x يساوي، الدليل راح يكون وين؟ على جهة اليسار. راح يصير عندك x يساوي سالب b، x بين عمودي وسالب b بين على جهة اليسار، x يساوي سالب البي بين عمودي 1. هاي معادلة الدليل وهذا البؤرة. طلعت البؤرة وش طلعت؟ معادلة الدليل. يقول ما يفيد، شنو أنا اللي درست؟ لرسم القطع المكافئ يجب ذكر جعل المعادلة بالصيغة واي تساوي. هو ايش معطيني اياها؟ معطيني اياها واي تربيع، ما تفيدني، لازم واي تساوي. فشلون؟ راح اكتب المعادلة واي تربيع تساوي 4x، اجذر الطرفين. ليش لازم تجذر؟ حتى يضيع التربيع. ايش راح يصير عندك؟ واي تساوي زائد ناقص، كل جذر تربيعي رافقه زائد ناقص تحت الجذر 4x. هنا اذا كانت البؤرة، اسمع من عندي، اذا كانت البؤرة تنتمي للجزء الموجب من محور السينات، نعطي قيمة واحدة موجبة ومناسبة لاكس. اوه لاصق، ما افتهم، عمي عليك يفهم، شوف بالك. عندك المعادلة يجب ان تجعلها بصيغة تساوي واي تساوي. شلون؟ ناخذ جذر حتى تخلص من التربيع.
الجذر بدأت تربيع، ايش نزلت؟ نزلت الواي. كل جذر تربيعي رافق زائد ناقص دبل اشاره. وزر هذا المقدار هاي الكميه ازدرها تصير تحت الجذر 4 اكس. بما ان البؤره، اسمع من عندي، بما ان البؤره تنتمي للجزء الموجب من محور السينات، يجب ان نختار قيمه تحمل ميزتين، الميزه الاولى موجبه والميزه الثانيه مناسبه. موجبه افتهمها اضم موجب، مناسبه شنو؟ يعني تختار قيمه للاكس بحيث ان اضربها بالاربعه يطلع لها جذر. خو ما اختار قيمه للاكس اضربها بالاربعه يطلع الناتج مال الجذر تربيع منظوم وهو حاير بيها، وين اعينها على خط الاعداد؟ ما عرفت. او وين اعينها على مستوى المحورين الاحداثيين؟ ما عندي. فهذا من الافضل بما ان البؤره تنتمي للجزء الموجب بمحور السينات ان اخذ قيمه للاكس بعد جذر المعادله. هذا القيمة تحمل ميزتين، أولا موجبة وثانيا مناسبة. موجبة افتهمناها عدد موجب، الأكس أعطي عدد موجب. مناسبة بحيث أنت تضرب بالأربعة الناتج موجب تجذر. شنو هي القيمة المناسبة؟ لحمة وايد تقدر تاخذ الواحد أربعة في واحد أربعة جذر أربعة اثنين. تقدر تاخذ الأربعة أربعة في ثلاثة أربعة العفو في أربعة 16 جذر 16 أربعة. تقدر تاخذ تسعة، تسعة في أربعة 36 جذر 36 6 وهكذا هواي قيم. فاحنا راح ناخذ مثلا قيمه بسيطه، ليش ما يقول لك مناسبه؟ يعني سهله حتى نعينها على مستوى المحورين الاحداثيين يكون رسمي سهل وتعيينها بسيط. اكس تساوي 1 عرضها هنا ونيجي راح يصير الواي تساوي زائد ناقص تحت الجذر 4 في 1. واي تساوي زائد ناقص 4 في 1 4 جذر 4 2. اذا النقاط اللي حصلت عليها هي الاكس جت 1 والواي 2 والاكس جت 1 والواي اخذها سالب 2 مع الراس 0 و0 راح تتكون عندي ثلاث نقاط. كل منحني يكفي لتعيين ثلاث نقاط. انا بزوري وبتعبي جبت نقطتين، والنقطة الثالثة جاهزة اللي هي رأس القطع المكافئ، دائما نقطة الأصل 0 و0. فراح يصير عندي ثلاث نقاط. أعين النقاط الثلاثة على مستوى المحورين الإحداثيين. أجي على مستوى المحورين الإحداثيين وزيد. أعين النقاط الثلاثة اللي حصلت عليها. إيش حصلت؟ حصلت 0 و0. خوش. أبوي هاي 0 و0. وحصلت 1 على السينات. واثنين عصادات، وهي هاي واحد على السينات واثنين عصادات، وحصلت واحد على السينات وسالب اثنين عصادات. كم نقطة صار عندي؟ ثلاثة. أمر المنحني قطع مكافئ بالنقاط الثلاثة. هالشكل. هذا قطع مكافئ. يمر بالنقاط الثلاثة، مر بالنقطة 1 يساوي 2، ومر برأس القطع المكافئ 0 0، ومر بالنقطة 1 2. يقول لك مو هذا رسم، نعم يكفي لرسم منحنى القطع المكافئ تثبيت الثلاث نقاط أو الحصول على ثلاث نقاط، وثلاث نقاط حصلتها. بس يريد يقول لك بين لي، مو بين البؤرة من هي، لا بين موقعها على الرسم وين. البؤرة من 1 0، هاي 0 0 هذا 1 0. هاي الاف البؤره 1 و0. بين الدليل، موقع الدليل، الدليل اكس شي يساوي؟ سالب 1. منها 1 على السينات سالب 1 على جهه اليسار. وارسم مستقيم عمودي معادلته، كل عمودي اكس يساوي سالب 1، لان البؤره والدليل دائما متشابهات بالقيمه مختلفات بالاشاره. اذا البؤره موجبه والدليل سالب. احنا نريد رسمنا القطع المكافئ وذلك بالاعتماد على ثلاث نقاط. لان ثلاث نقاط منين جبناهم؟ نعم اعيد لك مره ثانيه. يجب لازم تجعل معادله القطع المكافئ بالصيغه واي تساوي. طيب يا بالسؤال واي تربيع اجبر الطرفين. الجذر يبقى التربيع راح تربيع نزله الواي. دائما الجذر رافقه زائد ناقص دبل اشاره، دائما كل جذر دليل على الزوجي رافقه دبل اشاره. اجبر هذا الجميل 4 اكس. بعدين ورا ما اجعل المعادله بالشكل واي تساوي اختار قيمه للاكس. شلون اختيار القيمه للاكس؟ ما تختار يعني عشوائي واعتباطي، لا تختار بترتاب. شلون؟ تختار قيمه اولا موجبه،
ثانيا مناسبة، موجبة يعني عدد موجب، مناسبة بحيث انه هناك اربعة ناتج الى جذر. اختاريت الواحد، اربعة في واحد اربعة، جذر اربعة اثنين. راح يصير عندك نقطتين، واحد باثنين بالموجب، واحد باثنين بالسالب. واحد باثنين بالموجب، واحد باثنين بالسالب. مع الرأس صفر صفر رأس القطع المكافئ راح يصير عندك ثلاث نقاط. عين النقاط الثلاثة على مستوى المحورين الإحداثيين، عينت الواحد باثنين والصفر بصفر والواحد بسالب اثنين، ورسمت القطب صار فتحت على اليمين على الجهة اليمين. اريد موقع البؤرة ومعادلة الدليل. البؤرة طبعا تمكن من الجزء الموجب للمحور السيار، والدليل عمودي يوازي محور الصادات من جهة اليسار اللي هو الاكس والسالب السالب. عندنا مثال اخر على موضوع رسم منحنى القطع المكافئ. يقول ارسم معادلة القطع المكافئ الذي معادلته واي تربيع تساوي سالب 12 اكس. اريد ايضا بالرسم تبين موقع البؤرة والدليل. بالنسبة هذه المعادلة اللي هي اذا تصقن لها وتطاوع بيها، هذه انا اقول عليها معادلة قطع مكافئ بؤرته تنتمي للجزء السالب من محور السيار. صار على كيف اقول انا شلون عرفته؟ منين دليته؟ رأس الجزء السالب من محور السيار؟ انا اقول كل معادلة قطع مكافئ تنتمي باي تربيع بؤرته للسيار. الطرف الايمن اذا موجب، اذا تنتمي من بؤرة للطرف او للجزء الموجب من محور السيار. طرف الايمن يحتوي على اشاره سالب مثل هذا، اذا البؤره تنتمي للجزء السالب من محور السينات. ليش من محور السينات؟ لان المعادله واي تربيع، عرفتها من واي تربيع تنتمي لمحور السينات، ومن السالب عرفتها تنتمي للجزء السالب من محور السينات. شلون اطلع البؤره وشلون اطلع الدليل؟ اقارن ويا معادله القطع المكافئ بالصيغه القياسيه اللي تتوافق ويا المعادله. شنو هي المعادلة القياسية اللي تتوافق ويا هاي المعادلة؟ واي تربيع تساوي اي سالب مكتب سالب 4 دي اكس. شلون علمتك تقارن معامل اكس بالمعادلة القياسية؟ تجعله يساوي معامل اكس بالمعادلة النقاط. معامل اكس بالقياسية يساوي معامل اكس بالمعادلة القطع المكافئ للنقاط. شو ساعه يصير عندك؟ راح يصير عندك سالب 4 دي يساوي سالب 12. نقسم على سالب 4، راح يصير البي تساوي سالب 12 على سالب 4 3. اريد البؤرة، استاذ بؤرة من بؤرة القطع المكافئ اللي بؤرته تنتمي للجزء السالب من محور السينات. ما هي بؤرة القطع المكافئ اللي بؤرته تنتمي للجزء السالب من محور السينات؟ البؤرة هي سالب دي بصفر ويسار. السالب تنزل والدي ايش قيمة الكلاف؟ وهي صفر. هذه من يد البؤرة سالب ثلاثة بصفر. بعد شو اريد من عندي؟ اريد من عندك الدليل. هاي طبعا معادلة قطع مكافئ بؤرة تنتمي للجزء السالب من محور السينات، يعني فتحة على اليسار. الدليل وين يصير؟ على اليمين. الدليل شلون شكله؟ عمودي. اذا الدليل عمودي اكس، كل دليل عمودي معادلته اكس، كل دليل افقي معادلته واي. بمعنى الدليل عمودي اذا اكس، اكس يساوي الدليل وين صاير؟ على جهه اليمين. ليش؟ الفتحه المنحنى على اليسار. اذا الفتحه المنحنى على اليسار معناها الدليل على اليمين. على اليمين يعني موجب، موجب يعني تاخذ البي كقيمه موجبه. اكس تساوي البي ايش قد عندك؟ عمود 3. صار عندك دليل وصار عندك بؤره. نروح نريد نرسم معادلة المنحنى المكافئ، نرسم المنحنى القطع المكافئ. ليش؟ لأن أوجدت البؤرة وأوجدت الدليل وقال اليسار. يجب عندما تريد أن ترسم يجب أن تجعل المعادلة بالصيغة واي تساوي. هذا واي تربيع ما تفيدك، فتنزل الواي تربيع تساوي سالب 12 اكس وجذر الطرفين حتى جذر يضي التربيع. أصير المعادلة واي تساوي دبل إشارة، كل جذر تربيع يرافق دبل إشارة تحت الجذر 12 اكس. هنا بهاي الحالة نجحت في جعل المعادلة والصيغة واي تساوي. لازم المعادلة بالرسم واي تساوي، اعطينا واي تربيع أهلا وسهلا، أحط على المعادلة أجذرها تطلع واي تساوي، كل جذر تربيع يرافق دبل إشارة
راح تطلع لهذه الكميه تحت الجذب. البؤره تنتمي من الجزء السالب، اسمع من حد يحكي، اذا البؤره تنتمي من الجزء السالب من محور السينات يجب عليك ان تسوي شغلتين مهمات، تختار قيمه للاكس اولا سالبه ثانيا مناسبه. واذا البؤره تنتمي من الجزء الموجب مثل ذاك المثال اللي شرحناه، ناخذ قيمه موجبه ومناسبه. اذا البؤره تنتمي من الجزء السالب من محور السينات تاخذ قيمه سالبه ومناسبه. استاذ سالبه للاكس، اكس تريد لها قيمه سالبه، راح اختار عدد سالب سهله، بس مناسبه شنو؟ مناسبه يعني تختار رقم، لان الضربه بالسالب 12 يطلع عدد الى جذر تربيعي مضبوط. خب وتختار رقم مثلا 1 في 12، قلت العفو تختار سالب 1، سالب 1 في سالب 12 12، شنو جذر 12 ما له جذر تربيعي مضبوط. بالضبط انت تدور على قيمه تقريبيه جذر 12، وبالتالي تضحي بقيمه اكس وين تحينها على مستوى المحورين الاحداثيين اللي انت وراك سالبه ومناسبه للاكس. قيمه سالبه يعني تاخذ اشاره السالب، مناسبه يعني هذه قيمه اكس نضربها بالسالب 12 كون الناتج يطلع على جذر تربيعي مضبوط. مثلا تقدر تاخذ وتدي سالب 3، سالب 3 في سالب 12 راح يصير عندك 36. هاي سالب 12 اضربها في سالب 3 واي تساوي زائد ناقص سالب سالب موجب 12 في 3 36 وتساوي زائد ناقص جذر 36 6. اذا النقاط اللي حصلنا عليها هي اولا سينية سالب 3 صاديها 6 بالموجب، والنقطة الثانية سينية سالب 3 وصاديها 6 بالسالب، والنقطة الثالثة الصفر بصفر اللي هي رأس القطع المكافئ. مع الرأس نقطتين جبناها من تعبنا، سالب 3 ب 6 وسالب 3 بسالب 6 نقطتين، والثالثة اللي هي الرأس، مع الرأس راح يصير عندك ثلاثة نقاط. نعين النقاط الثلاثة على مستوى المحورين الإحداثيين. نجي نرسم هذا محور السينات وهذا وليدي، محور الصادات وهذا عمي، نقطة الأصل اللي هي شنو؟ صفر صفر، والنقاط اللي حصلنا عليها سالب 3 ب 6، هاي سالب 1، سالب 2، سالب 3 ب 6، 1، 2، 3، 4، 5، 6. هذه النقطة عمي سالب 3 ديما ب 6. النقطة الثانية اللي هي سالب 3 بسالب 6، هاي سالب 3، سالب 1، سالب 2، سالب 3، سالب 4، سالب 5، سالب 6. هذا وليدي سالب 3 شنو؟ بسالب 6. نرسم منحني القطع المكافئ مارا بالنقاط الثلاثة، لازم يمر بالنقاط الثلاثة، راح يصير عندك منحني انقطع بهالشكل، يمر بالنقطة الأولى ويروح للرأس وينزل يروح للنقطة الثالثة، هذا ويكمل نزل. فتحة المنحنى مثل ما اتفقنا وليدي نحو اليسار. اريد مع الرسم نبين موقع البؤرة وموقع الدليل. موقع البؤرة اما هاي البؤرة، سالب 3 ديما بصفر، سالب 3 بصفر، سالب 1، سالب 2، سالب 3. هاي اف البؤرة سالب 3 بصفر. هذا بينا وعينا موقع البؤرة. شيء بعد يقول لك بين لي موقع الدليل. دليل اكس يساوي 3، 1، 2، 3. من هنا امرر دليل عمودي. ليش البؤره تنتمي للسينات؟ كل قطع مكافئ بؤرته تنتمي للسينات دليل عمودي. كل عمودي اكس يساوي عكس الاشاره مالت الاحداث السيني للنقطه. الاحداث السيني سالب 3 عكس الاشاره 3. هاي رسمنا قطع مكافئ فتحه المنحنى نحو اليسار. بؤرة سالب 3 بصفر، دليل عمودي اكس يساوي 3 يوازي محور الصادات من جهة اليمين. قطع المكافئ اللي معادلته اكس تربيع ناقص 4 واي يساوي 0 مع بيان موقع البؤرة والدليل هذا المنطوق انعاد علينا هذه المرة الثالثة. اريد البؤرة والدليل، احط لي المعادلة، أولا اجعل المعادلة أحاول بالصيغة القياسية. الصيغة القياسية يعني إذا معادلتي تبدأ بإكس تربيع الأربعة واي بتجه للجهة الأخرى تصير إكس تربيع تساوي 4 واي. أقارنها ويا معادلة القطع المكافئ
طبعا هاي معادله قطع مكافئ، بورته تنتمي للجزء الموجب من محور الصادات. شلون عرفت تنتمي لمحور الصادات من الاكس تربيع؟ كل معادله قطع مكافئ مقترنه بالاكس تربيع بورته الصادات. تنتمي للجزء الموجب للطرف الايمن الموجب. اقارنها ويا الاكس تربيع تساوي 4 بي واي. اتفقنا بالمقارنه معامل واي بالمعادله القياسيه يساوي معامل واي بالمعادله المعطاه بالسؤال، يعني راح يصير عندي 4 بي تساوي 4 اقسم على 4 مثل ما اتفقنا، البي تساوي 1. البؤره تنتمي للجزء الموجب من محور الصادات. البؤره تنتمي للجزء الموجب من محور الصادات. كل نقطه تنتمي للصادات سينيها صفر، هاي معروفه. كل نقطه تنتمي للصادات اعداد هي سين صفر. بمعنى تنتمي للجزء الموجب اذا اخذ بي موجب. إذا تنتمي للجزء السالب أخذ بي سالب وتساوي الصفر ينزل والبي كم عندك؟ واحد. هذا البؤرة صفر بواحد. الدليل أفقي معادلة واي يساوي سالب بي. ليه سالب؟ لأن البؤرة موجبة، لأن متفقين احنا البؤرة والدليل يتفقن بالقيمة يختلفن بالإشارة. الدليل راح يصير واي يساوي سالب، مش قد البي سالب واحد. هذا جديد. زين، هذا عباره عن معادله قطع مكافئ بورته تنتمي للجزء الموجب من محور الصادات معلقه فوق البوره. اذا المنحني راح يصير نحو الاعلى، دليله وين راح يصير؟ لي جوه افقي واي، لي جوه بالسالب. بورته وين معلقه؟ على محور الصادات. وين بالجزء الموجب؟ على محور الصادات. احداث اي سين صفر تنتمي للصادات. تنتمي للجزء الموجب، اذا الاحداث الصادر لازم يكون موجب، فعلا يطلع لي واحد. هاي خلصنا من العدد. يقول لك هذه ورا ما طلعت البؤره والدليل اريد ارسم. لرسم معادله القطع المكافئ الذي بؤرته تنتمي لمحور الصادات يجب 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 جعل المعادله بالصيغه واي تساوي. نجعل المعادله بالصيغه واي تساوي، بمعنى راح يصير عندي اكس تربيع تساوي 4 واي. نقسم الطرفين على 4 ودي راح يصير عندي الواي تساوي، كتبت الواي من هاي الجهه، تساوي اكس تربيع على 4. قسمت الطرفين على 4. هنا لما تريد ترسم معادله قطع مكافئ بؤرته تنتمي لمحور الصادات يجب ان تختار قيمتان لاكس، احداهما موجبه والاخرى سالبه ومناسبه. يعني قيمتين تاخذين الاكس، واحده موجبه وواحده شنو؟ سالبه. مناسبه شنو؟ مناسبه بحيث انك تربحها وتقسمها الناتج يطلع عدد صحيح ومو كبير، حتى ما احنا بالرسم عدد كبير راح شلون ارسمه؟ خاف الرسم ما يكفيني، المساحه الموجوده عندي ما تكفي، فلازم تختار عدد، اولا عددين او قيمتين للاكس، احدهما موجبه والاخرى سالبه. هاي افتهمناها، لازم تطلع واحده موجبه، او العفو نختار واحده موجبه والاخرى سالبه. وثانيا مناسبه، مناسبه شنو؟ بحيث اني اربحها واقسمها يطلع عدد صحيح معقول من الممكن تثبيته على مستوى المحورين الاحداث. فراح ناخذ اكس تساوي 2، راح يصير عندي واي تساوي، اعوض عن كل اكس باثنين هنا، راح يصير عندك 2 تربيع على 4. 2 تربيع 4، 4 على 4 شو يساوي؟ 1. واختار دائما، حاول تختار القيمة تاخذها الموجبة، خذها نفسها بس بالسالب. عوض اياها هنا بالعلاقة، راح يصير الواي تساوي سالب 2 تربيع على 4. سالب 2 تربيع 4، لأن التربيع تبدا السالب. 4 على 4 1. إذا النقاط اللي حصلت عليها سينيها 2 صاديها 1، سينيها سالب 2 صاديها 1، ويا رأس صفر بصفر نقطة الأصل حصلنا على 3 نقاط. من الممكن تعيين النقاط الثلاثة على مستوى المحورين الأحداثيين. من هنا النقاط الثلاثة؟ أولا الرأس صفر بصفر، النقطة اللي بعدها 2 بواحد على اليمين، 2 على محور السينات، 1 2 وبواحد على الصادات. هذا 2 بواحد
منها سالب 2 وب 1 راح يصير عندي 3 نقاط، او مرة منحني مارا بالنقاط الثلاثة. اخوي هذا المنحني قطع الكافي مر بالنقطة الأولى وجل الرأس، مر بالرأس وراح يمر بالنقطة الأخيرة ويصعد. مار بالنقاط الثلاثة. بين موقع البؤرة والدليل. البؤرة ويدي صفر بواحد، هذا هو صفر وهذا الواحد فوق. هاي عمل البؤرة اف صفر بواحد. الدليل افقي يوازي محور السينات من الاسفل بما انه افقي يعني واي. بقى شيء يساوي؟ يساوي نفس الرقم الاحداث الصادي للبؤرة عكس الاشارة. هنا الاحداث الصادي واحد عكس الاشارة سالب واحد، هذا سالب واحد. واي يساوي سالب واحد، هذا هو الدليل. بذلك نكون قد رسمنا منحنى القطع المكافئ اللي بورته تنتمي من الجزء الموجب من محور الصادات، وذلك من خلال جعل معادلة القطع المكافئ المعطاة بالسؤال بالصيغة لازم واي تساوي. بعد مثل ما قلنا نختار قيمتين من عندك، قيمتين احدهما موجبه والاخرى سالبه ومناسبه. استاذ اتهمنا الموجبه يعني بها شرط موجب، السالبه بها شرط سالب. شنو شرط مناسبه؟ مناسبة يعني مثلا تاخذ اثنين بحيث من تربحها اثنين تربيع جيد اربعة، اربعة على اربعة واحد، يطلع لك عدد صحيح من الممكن تعيينه على خط الاعداد هذا. او العفو على مستوى المحورين الاحداثيين. فتختار قيمتين احدهما موجبة والاخرى سالبة ومناسبة. مناسبة بحيث من تربحها وتقسمها الناتج يطلع لك عدد صحيح معقول. من الافضل القيمة السالبة تاخذها نفس الموجبة عكس الاشارة. حتى التربيع يضيع الاشاره تطلع لك نفس القيمه، تثبت النقاط على مستوى المحورين الاحداثيين وترسم المنحني مارا بالنقاط الثلاثه. اشاره نقطتين طلعت ان الثالثه من لك هذا الراس، راس القطع المكافئ نقطه موجوده دائما بالقطع، نضيف الى النقطتين اللي طلعناها نكون قد حصلنا على كم نقطه؟ ثلاثه. ورسم المنحني القطع المكافئ يكفي لرسم ثلاثه نقاط، بين ثلاث نقاط عيني وترسم. بين موقع البؤرة احنا طلعنا البؤرة صفر بواحد، اصعد صفر بواحد تنتمي للجزء الموجب من محور الصادات. بين الدليل، الدليل افقي واي يساوي سالب واحد، كل افقي مرتبط بباي يساوي سالب واحد يوازي محور السينات من الاسفل. بوي هنا قال لكم هذا سؤال مزاول اجى للتطبيق بال 2019 دور ثاني، وايضا اجى بال 2011 دور اول. لأن السنتين تجربين هذا السؤال. ناوي يبالكم السؤال شو يقول؟ يقول أوجد قيمة أي رقم واحد، وأريد البؤرة اثنين، وأريد الدليل ثلاثة، ووراها يقول أرسل كم مطلب أربعة. هذا إجا بالبكالوريا بال 2011 في الدور أول، وإجا العام 2019 دور ثاني للفرع التطبيقي. هذا السؤال وليدي جدا سهل، ما بي معلومة جديدة يضيف ليها، مجرد هو دامج اكثر من معلومه بسؤال واحد. احنا متفقين انه كل قطع مكافئ يمر بنقطه، هذه نقطه تحقق المعادله. يعني القطع المكافئ يقول يمر بالنقطه 1 ب 2، شنو يمر بالنقطه؟ يعني هذه النقطه 1 ب 2 هي وحده من نقاط تقويسه القطع، تقويسه المنحني، المنحني تقويسته مو عده نقاط، وحده من عدها 1 ب 2. شو استفاد بما ان هذه النقطه تنتمي للمنحني؟ اذا تحقق معادلته. شنو تحقق معادلته؟ اتفقنا ترفع كل اكس بالمعادله تخلي بدالها واحد، ترفع كل واي بالمعادله تخلي بدالها الاحداث الصادي للنقطه، وترفع كل اكس بالمعادله بما تخلي بدالها الاحداث السيني للنقطه. هذا معنى النقطه تنتمي للمنحني وتحقق المعادله. فاحنا نقول بما ان النقطه 1 ب 2 تنتمي لمنحني القطع المكافئ، إذا النقطة 1 ب 2 تحقق المعادلة. شنو معنى تحقق؟ عين تروح للمعادلة، كل اكس تخلي بدالها الاحداث السيني للنقطة، كل واي بالمعادلة تخلي بدالها الاحداث الصادي للنقطة. راح تصير معادلتك هاي وليدي، نجي اي الاكس خلي بدالها الاحداث السيني للنقطه 1 تربيع زائد 8 في واي، الواي جاي عمي اخلي بدالها الاحداث الصادي للنقطه 2 يساوي صفر.
واحد تربيع واحد في اي اي زائد 8 في 2 16 يساوي 0. اذا الاي تساوي سالب 16 وهو المطلب الاول. هذا المطلب. المطلب الثاني يقول لك بؤره ودليل لايجاد البؤره القطع المكافئ. والدليل القطع المكافئ لازم انت عندك معادله القطع الداخل بدون ثوابت حتى تقارنها ويا المعادله القياسيه. شلون؟ فراح الزم المعادله الاي تربيع اللي قيمتها العفو الاي اللي قيمتها سالب 16 او غيرها معادله القطع المكافئ. راح يصير عندك سالب 16 اكس تربيع زائد 8 واي تساوي 0. هذا وليدي لازم اجعلها بالصيغه القياسيه. شلون بالصيغه القياسيه؟ هاي احطها للجهه الاخرى. راح يصير عندك سالب 16 اكس تربيع تساوي سالب 8 واي. قسم طرفي المعادله على سالب 16 حتى اجعلها بالصيغه القياسيه. راح يصير عندك اكس تربيع تساوي سالب 8 على سالب 16 واي. اكس تربيع تساوي سالب 8 على سالب 16 واحد على 2 واحد. هذه بويا معادلتنا بهالشكل. تقارنها ويا المعادله معادله القطع المكافئ بالصيغه القياسيه اللي هي اكس تربيع تساوي 4 دي واي. من خلال المقارنه اتفقنا حتى اقارن بين معادلتين معامل واي بالصيغه القياسيه يساوي معامل واي بالصيغه المعطاه بالسؤال او بالصيغه اللي احنا وجدناها. معامل واي هنا بالصيغه القياسيه 4 بي تساوي معامل واي بمعادله القطع المكافئ المعطاه بالسؤال يساوي نص. شلون نتخلص عن قيمه بي؟ شو اسوي بقيمه بي؟ حتى اطلع بوره ودليل، حتى اطلع بوره ودليل. لازم اطلع قيمه بي. شلون اطلع قيمه بي؟ لازم اتخلص من الاربعه. شلون اتخلص من الاربعه؟ نضرب طرفي المعادله في ربع. اذا هذه الاربعه ضربها في ربع، الاربعه ويا الاربعه بالمقام المودع تربع، ايش تبقى؟ بي تساوي النص من ضربه في ربع ثمن. واحد على ثمانيه هاي قيمه بي. هذه عمي معادله قطع مكافئ بؤرته تبدي من محور الصادات وتبدي من الجزء الموجب من محور الصادات. شنو معادله او شنو بؤره القطع المكافئ اللي بؤرته تبدي من الجزء الموجب من محور الصادات؟ نعم، بما انها تنتهي من الصادات اذا احداثيه السين صفر. بما انها تنتهي من الجزء الموجب اذا البي موجب. الصفر ينزل والبي شو طلعت عندك؟ ثمن، تصير واحد على ثمانيه. هذه البؤره. شو تريد بعد عندي؟ اريد الدليل. زين. البؤره تنتهي من الجزء الموجب من محور الصادات، اذا الدليل افقي يوازي محور السينات من الاسفل. الدليل راح يصير واي يساوي سالب بي. واي يساوي سالب، البي شو طلعت عندي؟ واحد على ثمانية ويساوي سالب ثمن. هذه معادلة الدليل وهذه هي البؤرة. صار أوجدت قيمة أي مع أي تساوي سالب 16. وأوجدت البؤرة مع البؤرة صفر ثمن. وأوجدت الدليل اللي هو واي يساوي سالب واحد على ثمانية. هسه يريد يرسم. لرسم معادلة القطع المكافئ للمية للمرة المية للمرة الألف. لرسم معادلة القطع المكافئ يجب أن تكون معادلة القطع المكافئ بالصيغة واي تساوي. فأنا راح أسم معادلة القطع المكافئ، هذه معادلة القطع المكافئ اللي هي اكس تربيع تساوي نصف واي، صحيح مكتوب عندي بس راح أكتب كاميرا في الكاميرا. أريدها بالصيغة واي تساوي راح أضرب الطرفين في اثنين. اثنين تروح ويا اثنين ايش تبقى؟ واي تساوي هذا الطرف ضربه في 2 يساوي 2 اكس تربيع. جعلت معادله القطع المكافئ بالصيغه واي تساوي. احنا اتفقنا على القطع المكافئ بورته تنتهي من محور الصادات، اذا يجب ان نختار قيمتين لاكس احدهما موجبه والاخرى سالبه. نعوض عن اكس بواحد بالمعادله راح يصير واي تساوي 2 في 1 تربيع ويساوي 2. هذه قيمه اكس وقيمه واي. عندما الاكس تساوي سالب واحد اتفقنا احنا نقطه قيمه موجبه وقيمه شنو؟ سالبه. ويفضل القيمه السالبه نفس القيمه الموجبه بس عكس الاشاره، يعني اخذت الواحد هنا تاخذ سالب واحد، اخذت الثنين تاخذ سالب اثنين، اخذت 10 تاخذ سالب 10.
فهنا اوريدي سالب واحد هاي قيمه اكس، نعوضها بالمعادله راح يصير الواي تساوي 2 مضروبه في سالب واحد تربيع ويساوي 2. اذا النقاط اللي حصلنا عليها 1 ب 2 سالب 1 ب 2 والنقطه الاخيره اللي هي راس القطع المكافئ 0 ب 0. نعين النقاط الثلاثه التي حصلنا عليها على مستوى المحورين الاعدادي. النقاط اللي حصلنا عليها نعينها على مستوى المحورين الاحداثيه. من هنا نبوي النقاط 1 ب 2، 1 على اليمين ب 2 مسح لفوق، هاي 1 ب 2. بعد والله استوعب عندي سالب 1 ب 2، سالب على الجهه اليمين سالب ب 2 مسح لفوق. سالب 1 ب 2. نقطة الأصل اللي هي رأس القطع المكافئ 0 ب 0. نمرر منحني يمر بالنقاط الثلاثة. وليد هذا منحني يمر بالنقطة الأولى ينزل على الرأس ويكمل مشيته يمر بالنقطة الثالثة. فتحة المنحني نحو الأعلى والبؤرة تأتي من الجزء الموجب للمحور الصادر مثل ما احنا أول بداية المثال اتفقنا عليه. رسمت القطع يا بشدري يقول شنو؟ لازم أنت من ترسم القطع تبين البؤرة وموقع الدليل. البؤرة وليدي هذه البؤرة. بالضبط البؤرة 0 ب 8. 0 ب 8. احنا واصلين هنا لاثنين. هذا ايش قد؟ واحد. هذا الواحد انقسم ثمان اجزاء. الجزء الاول تاخذ من عنده اللي هو اف 0 ب 8. تكون قريبة من نقطة الأصل. هو ما رأيك من عندك يقول لك عينها بس مع ذلك احنا نعينها لان كل الامثله السابقه عينها. الدليل واي يساوي سالب 8 افقي يوازي محور السينات من الاسفل. اوجدنا بذلك نكون قد اوجدنا قيمه اي، اوجدنا البؤره، اوجدنا الدليل، رسمنا منحنى القطع المكافئ. يريد الاي والبؤره والدليل ورسمنا القطع المكافئ.